السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تتمة ديال الفيديو السابق. توقف لي التسجيل في الفيديو السابق، نعاود غير نكمل التتمة ديال الحلقة. كيف ما قلت لكم ان كاين جوج طرق ديال لشراء ستيم، ولا جوج طرق للاستثمار في الموقع، سواء شراء ديال ستيم، وهذه القضية كتكون غالية، لأن دابا السيم كيساوي 3 دولار، ولا بغيتي تبدا خصك على الأقل تبدا بواحد تقريبا 1000 سيم، يعني 3000 دولار، في حين أن تقدر تكري ستيم باور، يعني تقدر تكري اللي بغيتي تكري خصك تمشي ليز فروم بوت، و كتمشي تقريبا هنايا كتسجل في هذا الموقع ديال مينو بوستر، كتمشي ليز فروم بوت مثلا، كدوموندي 10000 سيم باور، نقولو 10000 ان سومان، نقولو تقريبا فوالا، نقولو هنايا نقولو 120، هتعطيك تاني تقريبا 83 ستيم. فاش عطاك 83 ستيم، غادي تشوف بأن في هاد 10000 هادي، بهاد 10000 إلا مشينا لستيم ناو، ستيم ناو ودرنا الكالكولاتريس ديالنا خدمناها، أنك فوالا 10000 تقريبا كتعطيك 4.29 في القوة ديالك، وهاد القوة كتبقى كتنقص على حساب هاد لا بروغريس بار. فاش كتكون تم فوتي هاد لا بروغريس بار، فاش كتكون 100%، قد ما فوتيتي قد ما كتنقص. فاش كتفوتي الفوت الأول مثلا كتولي 99%، غتولي تاني 4.25، وهذا كتبقى تهود 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 حتى كتوصل لأدنى المستويات ديالها. ولكن قد ما فاش كتساني كتصبر واحد شوية، كتبقى تعاود تاني تغوجينيغا، يعني كتغوجينيغا من هنا في 20 ساعة ولا في 24 ساعة كتغوجينيغا 20%. وخصك تاخد بعين الاعتبار هاد المسألة هادي، باش تفوتي لي كومونتير ديالك وتفوتي لي بوست ديالك، باش تقدر تسترجع الأموال اللي استثمرتي نتايا في هاد الموقع. وماشي بالضرورة أنك تستثمر، يعني تقدر تخدم بدون استثمار، إلا ما كانش عندك ما كاين حتى مشكل تخدم بدون استثمار. غير هو إلا استثمرتي غتوصل أسرع من إلا بديتي من الصفر. تري بيان، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذه الحلقة. ما تنساوش تابوناو معنا في فلاشين، وديروا جميل عجبكم الفيديو، وتبارك الله عليكم ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.